موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك. اهلا وسهلا فيكم متابعين قناة خط سير مع يوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد. بحب اذكركم بالاشتراك بالقناة وابداء الاعجاب، واذا عجبك الفيديو شيره وعلق لي عليه وما تنسى زر الجرس. هاي القناة قناتكم، اذا عندك اي مكان حاب تشوفه زي ما بنعمل لك اليوم بس خبرنا عنه، احنا ان شاء الله بنوصل له بنعمل لك عنه فيديو مميز. طبعا فيديو مميز مهما طال الزمن، لانه انا عندي طلبات صار اكثر من سنة، بس لما تصح لي الفرصة بروح بصور. في ناس كثير مش فاهمة هاي النقطة، انه انا غير متفرغ للقناة، يعني انا لا اعتاش على القناة، انا عندي شغلي، القناة بس فقط عبارة عن هواية خدمة لاخواننا بالذات المغتربين، بعدين لاهلنا في الاردن اللي حابين يشوفوا مناطقهم بطلع بصور لهم اياها. انا عندي دفتر بسجل عليه كل الطلبات اللي انطلبت، يعني هلا اللي اصحاب هاي الفيديوهات راح ينصدموا انه انا نزلتها، لانه صار لهم اكثر من سنه طالبين، بس لما صارت عندي الفرصه هاي اني طلعت وطالع اصور، بس حبيت اوضح هاي النقطه. انا هلا كنت اصور بالسلط ونازل على منطقه الحنو اللي تابعه ل قضاء عين الباشا او لواء عين الباشا، اسف مش قضاء، طبعا ما فيش عنها معلومات الا عدد سكانها ما يقارب 7000 نسمه. اللي طلب مني هذا الفيديو متابع من فلسطين المحتله، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما تنتهي السنه هاي الا وهي حره عربيه ترجع للحضن العربي من جديد باذن واحد احد مع زوال هذا الكيان الغاصب. هذه منطقة الحنو، هيني داخلكم عليها. طبعا هاي المناطق اللي برجع لزمان انا صورتها، بس نسيت شو كان اسم الفيديو. انا هاي المنطقة صورتها ومتأكد، بس يلا كويس، لانه بتوقع صورتها بالكاميرات القديمة مش بالكاميرا الجديدة هاي. يعني شوف الشارع ما اجمله، بس المخرب والحفر هاي. طبعا على طاري انها تابعة للواء عين الباشا، انا صورت عين الباشا بفيديو سميته عين الباشا وما ادراك ما عين الباشا. فاخ بعت لي من فترة بسيطة بيقول لي ارجع صور المنطقة اللي تكلمت فيها عشان الحفر. طبعا في حفرة كانت بتخبى فيها ولدين صغار وتشوف امش وجاي بعد ما طب، قال لي زفتوهم وسكروهم. حلو كثير، انا ان شاء الله اذا صح لي بهذا الفيديو برجع وبصورهم، لانه انا قريب من عين الباشا، انا في الحنو. شفنا حفرتين هون اكبر من هذلاك، اوسع من هذلاك الحفر، بس مش غامقات، بس برضه حفر. يعني انا برضه مصر انه البلديه مقصره بخصوص الحفر هاي. زمان انا بتذكر يا جماعه زمان كانوا في بك من الاماني دائما بلفلف، دائما بلفلف، وين ما تروح قاعد بلف. يكون في حفره في الشارع تيجي بعد يومين تلاقيه سكروها. هذول مهندسين اسف هذول مهندسين ميدانيين، هذول المهندسين كانت مهنتهم بتوقع والله العليم بس يطلعوا يدوروا على النواقص اللي في الشوارع، حفرة، مطب مكسر، مطب مؤذي، كانوا يعالجوا كل هالمشكلات. يا ريت لو الأمانة ترجع لنا هذول الناس، يعني البلديات مش بس الأمانة، البلديات يرجعوا ينتبهوا لنا لهذول الناس المهندسين الكفو اللي بلفوا في الميدان، خليهم يرجعوا لنا مرة ثانية وناخذ شمالنا وناخذ شمال نجد مع بعضها، عشان الحفر هاي ما تطول في الشوارع تقول سنه وسنتين. يعني في عمان اوكي في منه، يعني في بتلاقي الحفر ما بتطول كثير، يعني بتقول شهرين ثلاث ما بتطول بيعمله، والله في اماكن بتقعد فتره اقصر من هيك بكثير. هذه منطقه الحنو شوفوا، يعني ما شاء الله نفس الطابع، بس الشوارع سيئه، الشوارع سيئه مخططة، مليون حفرة، مليون ترقيعة، مليون خط مجاري ماشي ولا خط مية، يعني صراحة سيئة، الشوارع سيئة. نشوف هذا الشارع، هذا أشوى بلا، شوفوا ما شاء الله نظام البيوت جميل، النظافة مستواها جيد. شوفوا هاي البيوت القديمة اللي ما بتيجي حجر، هذه البيوت اللي تأسست عليها هاي المناطق، البيوت الحجر هاي جديدة كلها طلعت بعدين لما صار في توسع معمار ما شاء الله. 190 قديمة، 190 هاي كان سيرفيس العبدلي كله منها، كل سيرفيس العبدلي من هاي السيارات. بتذكر زمان ايام كنا ننزل من العبدلي واحنا صغار شباب بالاعدادي، ننزل من العبدلي
على وسط البلد، كنا نستمتع في لفاتنا في وسط البلد. هذا مسجد، خلينا نعرف شو اسم هذا المسجد. مسجد سعد بن معاذ. مسجد سعد بن معاذ. طبعا اللي قبالنا هناك هي ابو نصير زي ما انتم شايفين، وهي المزارع اللي تحت موجوده. طبعا هلا مخيم البقعه موجود على يميننا، طبعا لما نطلع شمالنا بصير على الشارع الرئيسي. هذه منطقه الحنا، ومنطقه صغيره، مش عارف هذا شارع مفتوح ولا لا، خلينا ندخل منه، خلينا نوسع الجوله عندي في المنطقه، خلينا نوسع. في ناس بتطلع بتقول انت بتنتقد كثير، واحد زعلان بقول لي انت بتنتقد كثير، انا خلاص مش حاضر لي معك في القناه، مع السلامه يا اخي، مع السلامه. انا بنتقد كثير، اي واحد شايفني بنتقد كثير يا جماعه. يعني منظر زي هذا مثلا هون، اذا جيت اقول لكم هذا حديقه من حدائق بابل، يعني ينسحب لحاله بصراحه من القناه، لانه مبين النفايات كوام على الشمال، نفايات كوام على الشمال. يعني بقدرش اجي اقول لك والله شوارع نظيفه. انا كثير من الفيديوهات مدحت فيها الشوارع الموجوده، ومدحت فيها البلديات زي مادبه، زي السلط، زي شتم، يعني مناطق بتستحق يعني انك تيجي تقول هاي المنطقه جميله ونظيفه والى اخره، لانه شيء مبين على الفيديو. ما بقدر اقول لك انه مثلا زي الخلف مصنع البيبسي، اجي اقول لك هذه جنه الله في الارض وكوم زباله طوله 3 متر. يعني برضه بالعقل، يعني شغلات بالعقل. ما بقدرش اغطي العيوب، انا ما بقدرش اغطيها. الكاميرا فاضحتني، انا ما بحكي اذاعي. على كل نادي الحنا، شايفين البيوت الجديده هي مبينه على اليسار. طبعا هذا اسلوب القروي، انه بعد ما يبني ويخلص بيطلع بشمع، عشان في المستقبل راح تكون اسعار الشمنت لانه بتغلى دائما، والحديد اغلى، فبكون مامن حاله. يعني بنقدر نحكي بثلث المصاريف، لانه خلص هي بيضلها العمدان موجوده، وقت ما ابنه يتزوج ببني له، يعني بس بقطع، احنا بنسميها بقطع وبشطب. هذه هي المنطقه. لهون بقول لكم ليوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد، ومع الف سلامه.